اهلا وسهلا بيكم في الحكاوه الثانيه من حكاوي غذائك دواءك. لو تفتكر احنا اتكلمنا في الحلقه الاولانيه كنا بنتكلم على الهدف الاساسي من حكاوي غذائك دواءك ان احنا يبقى عندنا الثقافه الغذائيه، تمام؟ الحلقات اللي بعد كده هتبقى ماشيه ان احنا بنتكلم على معلومه، وفي الاخر هيبقى عندنا فقره بعنوان صيدليتك في بيتك. هنعرف يعني ايه صيدليتك في بيتك في اخر الحلقه. كلنا بنتكلم على سعرات حراريه واكل داخل واكل خارج واكل طالع، ايه القصه؟ برضو احكي لكم حاجه حصلت في قبل ما نصور الحلقه الثانيه دي. قعد مع زميل قال لك اصل انا عندي مشكله في الحرق. حلو، الكلمه اتقالت صح، ولكن احنا فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ ده من ضمن الاهداف الاساسيه في حكاوي غذائك دواءك. طيب خلينا ناخد الموضوع كده من اوله. كل على فكره اول ثلاث اربع حلقات هتلاقينا بنتكلم في المقدمات. بعد كده هنخش بقى في الهبر، بس الهبر الصحيه مش الهبر اللي فيها سعرات حراريه عاليه. اي اكل بناكله عباره عن سعرات حراريه. يعني حضرتك انت لو رحت سوبر ماركت تشتري حاجه هتلاقي كده في ليبل موجود بيقول لك ال1 جرام او ال100 جرام او ايا كان في قد كده سعرات حراريه. طب لو رحت حتى تشتري من عندي بتاع الفاكهه وبتاع الخضار، لو دخلت على النت هتعرف مثلا البطاطا فيها قد ايه، كام كيلو كالوري او كام كالوري. كالوري هنا المقصود بها السعرات الحراريه. دي برضو ايه يعني؟ مش فاهم يعني ايه سعرات حراريه. تعالى بس جنبي كده اقعد هتعرف بقى. معايا ولا مش معايا؟ انت منظرك انك بيت معايا. ركز بقى معايا في اللي هقوله لك ده. انت لما بتاكل الاكل ده بيديك طاقه. الطاقه دي اللي هي عباره عن سعرات حراريه. ليه بقى السعرات الحراريه دي؟ السعرات الحراريه دي بتاخدها علشان تعرف تعمل النشاط بتاعك. النشاط بتاعك يعني تتحرك، تطلع، تنزل، تشتغل شغلانتك. ده النشاط الخارجي. النشاط الداخلي هو ان حركه المعده وحركه الامعاء دي كل ده بتستهلك طاقه. يبقى اذا انت بتدخل طاقه وفي طاقه بتخرج، تمام؟ لو الطاقه اللي داخله اكتر من الطاقه اللي خارجه انت هنا هتعاني من السمنه، تمام؟ طيب لو الطاقه اللي داخله اقل من الطاقه اللي خارجه فانت سوف تعاني من النحافه، يعني هتخس. لو اللي داخل قد اللي خارج هيبقى عندك ثبات في الوزن. برضو في حاجه، طب نعرف منين الطاقه دي؟ اذا ده هيخلينا نروح نعرف ازاي قد ايه السعرات الحراريه احنا محتاجينها. ما انا محتاج قد ايه؟ ما انا عايز اعرف. معادله بسيطه جدا، اكتب بقى من ورايا كده، اكتب بس انت منظرك، اكتب بقى، تمسك الورقه وتكتب. بص يا باشا، انت النهارده تتحسب على حسب نوع الاكتيفيتي بتاعتك، النشاط بتاعك. يعني لو واحد قاعد في البيت ما بيعملش حاجه خالص، هنطلعه على الميزان. الميزان، انت قلت الميزان. الميزان هو الاساس على فكره. وعلى فكره الميزان مش غالي، انت لو رحت اي صيدليه دي ميزان في حدود 75 100 جنيه. الميزان ده لازم يبقى عندك في البيت. وهنتكلم على فكره على ثقافه الميزان، لان الميزان او الوزن ليه ثقافه. بس خلينا نقول ان انت طلعت على الميزان وعرفت وزنك، تضرب في وزنك في 24، تمام؟ في لو انت ما بتعملش اي نشاط خالص بتروح ضارب الرقم ده 1.3، هيديك رقم. الرقم ده هو السعرات الحراريه اللي انت محتاجها من الاكل عشان جسمك يفضل زي ما هو. عايز تخس يبقى المفروض تطلع سعرات حراريه اكتر من كده. عايز تدخن يبقى السعرات الحراريه اللي خارجه تبقى اقل من كده. بسيطه بسيطه. طب لو واحد بيمارس نشاط متوسط هيروح جايب وزنه في 24 في 1.4، هيطلع له رقم. دي السعرات الحراريه اللي محتاجها جسمك في اليوم عشان يحافظ على الوزن. نفس القصه، لو عايز تخس يبقى تستهلك سعرات حراريه اكتر من اللي داخله. لو عايز تدخن تستهلك حرارات حراريه اقل من اللي داخل. لو انت بقى بتمارس رياضه عنيفه تروح جايب وزنك في 24.5. انت قلت في الاول وزن وثقافه الميزان. ثقافه الميزان الاتي، ان انت اولا لما يبقى عندك الميزان في البيت، ويستحسن من ضمن اول حاجه في الثقافه الغذائيه هو ان يبقى عندك ميزان في البيت. الميزان ده بتحطه في مكان ثابت، يعني ما تجيش النهارده مثلا ايه تروح من الصبح انا هوزن نفسي في اوضه النوم، بكره هوزن نفسي في الريسبشن. لا لا لا، كلام مش مظبوط. بتحط الميزان في مكان ثابت، دي اول حاجه في ثقافه الوزن. الحاجه الثانيه ان انت بتثبت اللبس اللي انت بتوزن بيه. يعني مفيش واحد يجي النهارده يروح لابس لي روب وزن نفسه وبكره يلبس لي شورت. لا لا، كلام مش مظبوط. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه بتثبت الميعاد اللي بتوزن فيه.
ويستحسن انك توزن نفسك الصبح قبل ما تفطر. ثبت تقول والله انا كل يوم سبت هوزن نفسي. واوعى تخاف من الميزان ايا كان وزنك، لان اكتر حاجه احنا بنخاف منها يا عم انا تخين قوي انا خايف. لما انت لازم توزن نفسك عشان تعرف انت رايح فين وجاي منين، واجه مشكلتك. نفس القصه لو انت نحيف او انت نحيفه اوزن نفسك ما تخافش. ما احنا كل حاجه اتفقنا في الحلقه اللي فاتت ان كل حاجه ليها علاج بالاكل بالغذاء، مش احنا اتفقنا كده؟ عشان كده قلنا البرنامج او الحكايه بتاعتنا ايه، غذائك دوائك. كل حاجة ليها حل. مش عارف نكمل، تعالوا نكمل. ناخد حاجة اسمها مؤشر الكتلة. ايه بقى مؤشر الكتلة ده؟ اه صحيح. طب ما انا وزنت نفسي، هو انا عارف هنعرف منين بقى ان انا تخين رفيع انه كويس؟ بسيطة قوي، انت خلاص وزنت نفسك، دي رقم واحد. رقم اتنين، تقيس نفسك بالمزورة كده، عارف المزورة، تخلي ابنك او بنتك تقيسك، هيطلع لك طول. بتعمل ايه بقى حضرتك؟ بتروح جايب وزنك بالكيلو على مربع الطول بالمتر. ايه ده؟ ايه يا دكتور انت بتقول ايه الكلكيه دي؟ بسيطه، هتجيب وزنك تقسمه على طولك هيطلع رقم، تقسمه على طولك تاني هيطلع لك رقم في الاخر. الرقم ده هو بيقول لك انت في اي حته. الرقم ده لو طلع اقل من 18.5 فانت نحيف او نحيفه، انت لازم تزيد. خلي احنا بنتكلم على الناس اللي ما عندهمش اي مرض خالص، احنا لسه دلوقتي في الاول خالص. طب الرقم ده لو طلع من 18.5 ل 24.5 انت جسمك مثالي. وبالتاكيد طبعا لو بتفتكروا الحلقه اللي فاتت، اللي بياخد نص معلقه سكر على كوبايه الشاي لازم هيبقى جسمه مثالي. طيب لو طلع من 25 ل 29 خلي بالك انت بتقل عندك زياده وزن. من 29.9 ل 35 بدايه السمنه، من 35 ل 40 دخلت في السمنه، من 40 ل 45 دخلت في السمنه المفرطه. نو واي، خلي بالك. عشان كده لما توصل لاواخر ال 25 يقول لك خلي بالك انت لازم تحافظ على نفسك. الرقم اللي طلع لك ده قال لك انت في اي حته بالظبط، انت محتاج تخس ولا محتاج تتخن ولا محتاج تثبت وزنك. خلصت الحكاوي الحكيوه الثانيه من حكاوي غذائك ده. ولكن يا دكتور يا عم انت مش انت قلت في الاول ان احنا ندي معلومه في الاخر اسمها صدرتك في بيتك؟ اه، كلنا معظمنا من ضغوط الحياه بنعاني من الارق، تيجي تنام بالليل ما يجيلكش نوم. هديك بقى الوصفه السحريه، هات كوبايه ياسمين دافيه قبل ما تنام واشربها كانك خدت قرص منوم، ولكن من غير اثار جانبيه. هسيبكم بقى عشان ادخل اشرب كوبايه الياسمين وانام. اشوفكم بقى في الحكايه الثالثه. سلام عليكم.